أصدقائي المشاهدين، أهلا ومرحبا بكم في نافذة جديدة من برنامجكم نوافذ. تشغل السياسة الطاقية حيزا كبيرا من الأهمية في كل بلدان العالم، وذلك ناتج من الأهمية البالغة للطاقة في مختلف جوانب الحياة. ومن هنا فإن معظم الموارد الطبيعية للطاقة وخاصة الوقود الأحفوري يخضع لعملية تخطيط وترشيد في الاستهلاك، كون هذه الثروة الطبيعية ليست حكرا أو ملكا للجيل الحالي فقط، بل للأجيال القادمة المتعاقبة. وعلى هذا الأساس مشاهدينا، توجب التخطيط للحفاظ على الثروات الباطنية في إطار ما دعي التنمية المستدامة، واتجهت الأبحاث نحو توليد الطاقة من مصادر الطاقة الطبيعية المتجددة. وفي هذا السياق أيضا يكتسب توليد الطاقة الكهربائية أهمية خاصة، كون الكهرباء عصب الحياة المعاصرة، حيث يشكل توليد الكهرباء من مصادر الطاقة الطبيعية المتجددة حوالي 30% من مجموع التوليد الكلي للطاقة الكهربائية في معظم بلدان العالم. أصدقائي المشاهدين، في خدم الحرب الكونية على بلدنا الحبيب سوريا والحصار الاقتصادي الجائر، ومن واقع التقنين الكهربائي الذي نعيشه يوميا، تبرز الكثير من الأسئلة عن الطاقة الكهربائية في سوريا، وهل ثمة مشاريع لتوليد الطاقة الكهربائية محليا من مصادر طبيعية كالشمس والريح، وماذا أيضا عن التوليد الموزع وما جدواه وما هي ضرورته؟ للإجابة على كل هذه التساؤلات اسمحوا لنا أن نفتح هذه النافذة اليوم ونحاور من خلالها الدكتور سنجار طعمة، معاون مدير عام المركز الوطني لبحوث الطاقة. أسعد الله أوقاتك دكتور، أهلا وسهلا فيك. أهلا وسهلا فيكم، يسعد مساكم. قبل أن نبدأ بالحديث حول هذا الموضوع الذي يشكل جدل في الشارع السوري، اسمح لنا أن نتوقف مع فاصل قصير ثم نعود. مرحبا بكم من جديد أصدقائي متابعي برنامج نوافذ، وأعود وأجدد التحية لك الدكتور سنجار طعمة، معاون مدير عام المركز الوطني لبحوث الطاقة. أهلا وسهلا فيك ببرنامجنا. أهلا وسهلا فيكم، يسعد مساكم. دكتور، حديثنا اليوم عن الطاقات المتجددة والطاقات النظيفة، لكن ما كتير بنعرف إذا الشارع السوري بيعرف معلومات كافية ووافية عن هذه الطاقة. سؤالنا الأول كان بحلقتنا لليوم كان موجه لبعض المواطنين، استطلاع رأيه ولنشوف شو بيعرفوا عن الطاقات المتجددة أو الطاقات النظيفة. اسمحوا لنا أن نتابع هذا الاستطلاع ثم نعود لنبدأ هذه الحلقة. عندك شي فكرة عن الطاقات المتجددة أو الطاقة النظيفة؟ هلا في كذا، في طاقة الرياح بنعملوها، في هلا كمان في طاقات تبع الشمسية، في كذا مدارس عم يحملوها فوق المدارس أو فوق الأفران، يمكن كان في عاملين كذا محل بالفرن، حلوة كتير كتير، وهي يعني استطاعت الدولة تكون فيها. لا ما عندي فكرة. لا عنا طاقة شمسية، طاقة الرياح، يمكن سمعت مرة مستخدمين تجربة، وكمان انه ماشي حال عنا بالبلد. هي انه طاقة الرياح هي طاقة نحن بنولدها من خلال العوامل الطبيعية، اما طاقة الرياح او الطاقة الشمسية. وممكن احنا عنا مزارع ريحية، في عنا اماكن وحتى زرعوا عنف ريحية واحدة وما كرروا التجربة، هي موجودة بالقرب من حمص. بحسب ما قريت انه هي قادرة تنير 80 لبين 80 ل 200 او 300 منزل. نعم. فنحن اذا بدنا نعمل 50 وحده لعنف الواحده، ليش ما بنساوي 50 وحده طالما يعني عندنا ارضيه، عندنا بنيه تحتيه. واليوم مشاريع الاستثمار يعني عم يقولوا تعال مشاريع استثماريه، تعالوا استثمروا. اليوم التشاركيه عم تقول يا اخي تعالوا، انا اي قطاع واقف انا بطرحه، يعني في اليوم تسهيلات بهذا الامر. نعم. بس شو النيه، شو ضلني غير انه النيه الجاده؟ بس يعني بعتقد انه ما في شيء غير نيه جاده. اليوم عندك مناطق الشرقيه هالمساحات الكبيره بالطرقات والاسترادات، ليش ما بستثمرها بالطاقه الشمسيه؟ يعني اليوم هي الطاقه انا عم استثمرها الى يعني الى مفعول لقدام. اليوم هي الطريق الطويل، انا الطرقات السريعه الطويله بستثمرها بالطاقه الشمسيه، منه انا سقف الطريق انا ما مستفاد منه، بحط له طاقه شمسيه بولد طاقه، بخفف عن الشبكه، عم يضيع 30% نتيجه البعد عن مراكز المدن، انا هذا بعوضه بهذا الامر. ثاني شيء نحن قابلين ان شاء الله على انفتاح وقابلين على تعافي ان شاء الله، يعني بكل الاصعده. اليوم السيارات حتجينا من بلدان الجوار حتكون على الكهرباء. انا هي الواح
بعمل لها مثل الكازيه بس تزود منها بالكهرباء وبيمشي. يعني في المشروع مجدي. انا معلش يعني شكرا لبرنامجكم اللي سمح لي اني اطرح الافكار بشكل جاد، وبتمنى يعني المعنيين اللي حيسمعونا يحطوها حيز التطبيق. يعني خليني ابتدي دكتور من عند اخر مستطلع، بحييه على طاقه التفاؤل اللي عنده اياها فعلا. يعني عم يطرح فعلا مجموعه من التساؤلات، انه اذا البنيه التحتيه متوافره، اذا كل شيء متوافر ما المعوقات؟ هذا الشيء رح نحكي فيه خلال الحلقه. خلينا ناخذ منك التعريف العلمي للطاقه المتجدده او الطاقه النظيفه. هلا الطاقه المتجدده هي عباره عن مصادر متجدده، يعني مهما كانت الظروف، مهما كانت نقول الإمكانيات الموارد، نلاحظ أن الطاقة المتجددة مصدرها جاي من الشمس، والشمس هي أم الطاقات، جاي من الرياح. فنحن ما في حدا يحجب عنا الشمس ولا يحجب الرياح، فدائما مستمرة مهما كان. عم أقول لك يعني الظروف اللوجستية اللي بتعاني منها الطاقات التقليدية اللي نقول الوقود الأحفوري أو ما شابه، أنه في عندي كمية وبتخلص انتهي، لا. طول ما في شمس فعندي طاقة، طول ما في شمس فعندي رياح، طول ما في عندي شمس فعندي أمواج. فهالطاقات المتجددة اللي هي مقسمة بثلاث نقول أو أربع محاور أساسية، اللي هي الطاقة الشمسية بأشكالها المختلفة، طاقة الرياح، وطاقة الأمواج أو طاقة المياه أو السدود، وفي عندي طاقة اللي نقول الجوفية اللي بتصدر عن إنه حرارة الكرة الأرضية تحت، بلش من تحت 200-300 متر في عندي حرارة، وفي بعض أماكن صادرة حتى لوش الأرض، بيكون مثل المياه الساخنة مستفيد منها لتوليد الطاقة المتجددة. فهاي المصادر من ميزاتها أنه دائمة مجانية، بل عندي عملية تنفيذ تحويل هاي الطاقة، المصدر الأول للطاقة، لا طاقة مفيدة. يعني هي حرارة، هي شمس، هي ضوء، هي رياح، طاقة ميكانيكية، فأنا بدي أحولها لطاقة مفيدة، وخاصة على شكلين، إما على شكل حرارة ليستفيد من المستهلك، أو على شكل كهرباء. طيب، يعني من أيضا انطلاقا من آخر مستطلع نقول كان في تجربة للطاقات المتجددة في حمص. خلينا نحكي عن أهم التجارب الموجودة في سوريا للطاقات المتجددة أو البديلة. هلا نحن بسوريا بلشنا بمشاريع الطاقة الشمسية لأنه تطبيقاتها أسهل، التكنولوجيا تبعها بلشت تنتشر بالعالم. هلا الطاقة المتجددة هي قديمة، يعني حتى تطبيقاتها قديمة قدام التاريخ، يعني مو من اليوم، بس بالقرن الماضي بلشت كل دول العالم تتوجه بأنه نحن بدنا مصادر متجددة. والتوجه تبعه ناتج عن سببين. السبب الأول أنه أنا بدي مصدر ما حدا يتحكم فيني، لأنه هذا أخذ أسلوب التحكم للدول، تحكم مصادر الطاقة، فبدون استقلال نحن نصير في عندي تأمين للطاقة. اثنين، يكون نظيف وصديق للبيئة، فالطاقات مجددة الرياح ولا الشمس أو ما شابه معظم الآثار البيئية غير مزي أو طفيفة جدا، ممكن تلافية. لذلك المجتمع توجهت بأنه نأمن هاي المصادر، ومن هون بلشت يشتغلوا الصناعيين وشركات صناعية لإنتاج تطبيقات للطاقات المتجددة. واحد من التطبيقات المهم من طلق بالعالم هو تسخين المياه من خلال عدة أشكال من الأنظمة، منهم آخر شيء تلاقوا أفضل أسلوب اللي نحن صرنا نعرفه حتى بمنازلنا هو الفاكوم تيوب، الأنابيب المفرغة موصولة مع خزان تنحط على الأسطح أو بالأماكن اللي فيها شمس، وبنحصل على مياه سخنة. هلا في أنظمة، هذا التطبيق انتشر بشكل كبير في سوريا بفترة قبل الأزمة تقريبا، بداية الأزمة، وهو انتشر بدول الجوار حتى أكثر من سوريا. ولكن نحن يعني بسبب أنه عندنا كان مصادر طاقة تقليدية متوفرة لكثير من المواطنين، خلى أنه نحن ما نتوجه بشكل كثير جدي. بعدين بلشوا يعرفوا أنه لا، أنا مفيد نحط سخان أستفيد منه. هلا في تطبيقات اخرى اللي هي نولد الكهرباء من الطاقه الشمسيه، تطبيق كهربائي انه نحط نواقد شمسيه، هلا وقتها هي بتعطينا كهرباء. هذا التطبيقات كانت بال 2000 حتى ال 2010 تعتبر اسعار على مستوى العالم، يعني احنا بنحكي الاسعار العالميه كانت تعتبر انه نوعا ما مرتفعه، وكانت تحدي انه حتى العام 2020 لازم تنزل حتى تصير اسعارها مثل التقليدي. وفعلا على مستوى العالم على الأسعار العالمية نزلت أسعار هاي التكنولوجيا لصارت مشابهة للأسعار التقليدية حتى أرخص من هيك. دكتور، هاي المشاريع تبع اللي تختص بتوليد الطاقة الكهربائية، هل هي متوافرة في سوريا؟ في تطبيقات على أرض الواقع؟ طبعاً نحن بسوريا موجودة. هلا نحن كوزارة كهرباء ومركز بحوث الطاقة اشتغلنا على
يعني عدد من المشاريع لحتى نشجع لنقول المؤسسات الاخرى، لنقول المؤسسات العامه او الخاصه، يقوم بتنفيذ عده مشاريع. بلشنا بتنفيذ مشاريع مع الوزارات على اسطبعات الوزارات، وبعدين صبنا واحد من المشاريع المهمه على اسطح المدارس، ممكن نشوف بعض الصور لهم. فنركب انظمه طاقه شمسيه بتولد كهرباء عباره عن مثل ما حكيت الواح مع انفيرتر، مع ممكن حتى اذا استخدمها بشكل انه استخدمها داخل المنزل او داخل المدرسه بتحط شيء اسمه بطاريات عشان استخدام خارج اوقات نقول الشعاع الشمسي، واذا بدك انت تحقنها بالشبكه فانت بتكون عم توفر حالك وقود. حتى لو كان في غيوم، يعني نحن عم نحكي هون عن اشعه طاقه شمسيه، عن اشعه شمس، فنحن بنقول انه يمكن لازم تكون الاشعه عموديه بفتره الذروه، انه هي ممكن تخزن طاقه شمسيه اكبر. البعض بيتساءل انه حتى وقت اللي بيكون في غيوم في حجب لاشعه الشمس، تعمل هذه الانظمه؟ تعمل بالحد الادنى. طبعا الانظمه الشمسيه بتحب الضوء المباشر، لذلك بيكون مردودها اعلى ما يمكن بالصيف، وبينزل بالخريف، بينزل بالشتاء، بصير بالحد الأدنى، بعدين ببلش يرجع من الربيع، يعني من الشهر القادم من شباط بلش يصير في عندي أقل تظليل للشمس، وبتضل تزيد حتى توصل لشهر السادس بيكون عندي أكبر أشعة شمسي وأطول ساعات اليوم، فبنحصل على أفضل إنتاجية. هلأ في تطبيقات مختلفة، قد ما بيكون احتياجي أنا بالنسبة للأوقات الشمسية صيفي قد ما بستفيد منهم أكثر. فهذا بيفيدني انه في كثير تطبيقات، مثلا تطبيقات ممكن نحكي عن ضخ المياه. المياه دائما استخدامها اكثر الناس حاجه للمياه بيكون بالصيف، لذلك استفادتنا من انظمه الشمسيه اعلى بضخ المياه. طيب في طاقات مزارع ريحيه ايضا نستفيد من طاقه الرياح، نحن هون عم نحكي عن تجربتين او مشروعين فيما يخص الطاقه الشمسيه، لكن طاقه الرياح وطاقه الامواج ايضا متوافره بشكل كبير ببلدنا سوريا، عم نقدر نستغل هاي الجوانب دكتور؟ هلا طاقه الرياح في الى نقول عده محددات. اول شيء لحتى نقدر ننطلق بطاقه الرياح بدنا نعرف نحن قديش الكمون الريحي، يعني بكل منطقه لنا شو فينا نركب. لذلك كوزاره الكهرباء في عندنا دراسات، درسنا قديش في عندي كمون ريحي والمناطق ممكن تركب فيها. هلا الشمس بناء على الدراسه اللي كمان قام فيها انه عندي خريطه شمسيه لسوريا وشافنا فيها الاشعاع الشمسي، تقريبا المناطق متقاربه من بعضها البعض، فوين ما فيك فيك تركب طاقه شمسيه عندك اريحيه اكثر. الطاقة الريحية محددين بالمناطق المهوات من سوية مثل فتحة حمص اللي مبلشي من طرطوس، هذا الشيء ذكر المستقبل هي موجودة بفتحة حمص، هاي واحدة من العنفات. طبعا هلأ في مناطق طلع لنا استقرار ريحي أفضل، في مناطق جبال تدمرية عند السخنة في عنا مناطق كتير منيحة. هلأ بمناطق مثل النيطرة مثل درعا مثل السويداء حتى على الساحل السوري في كتير مناطق ركبنا نحن بشيء اسمه الماست، يعني أول بر ارتفاع 60 متر بنقيس فيه شدة الإشعاع، عفوا شدة سرعة الرياح والتوجه الرياح لحتى نعرف قديش كمون، لأنه الرياح بتعرف هي موسمية، يعني بالسنة تقريبا 6 أشهر بيكون في عندي طاقة مفيدة، من بقى 6 أشهر بيكون الطاقة منخفضة جدا. مع ذلك بكل هاي المناطق صار في عنا تصور، في عنا خريطة استثمارية، بلشوا المستثمرين وهذا واحد من المستثمرين السوريين بأنه ينفذ. هلأ في عنفة وعم ننفذ عنفة تاني، في مستثمر تاني عم يركب كمان عنفة تالتة بنفس المنطقة. وهلأ أي حدا متاح، حكى عم نحكي عن الاستثمار طبعا متاح تشريعات، وهي إجابة للتساؤل اللي كان معنا بالأسطلاع أنه إذا عنا نحن مساحات واسعة وعنا طاقة ريحية مثل ما ذكرت ببعض الأماكن هي قادرة أنه تغذي هي المشاريع، فوين المشكلة بقى إذا في مستثمرين؟ ما في مشكلة وبلشوا المستثمرين يشتغلوا، حتى في تسهيلات التشريع طبعا في تشريع ناظم وسامح، القانون سامح، وفي تسعير للطاقات المجدده والمستثمرين. حتى بالطاقه الشمسيه صار في عندي اكثر من 20 ميجا مركب بمحافظات حمص وطرطوس وحماه وحلب قد ايه ممكن تغذي دكتور كهربائيا؟ مثلا كل مثلا اذا بدنا نقول برج ريحي او عنفه ريحيه قد ايه ممكن تغذي منطقه او مساحات او عدد منازل تقريبا؟ هلا مثل ما يعني الموضوع مرتبط بقديش استطاعت العنفه وقديش المزارع الريحيه، لا كل استطاعه قلت لك مرتبطه باستطاعه المنظومه بهالمنطقه قديش ممكن تغذيها. لا الفكره مو هون، الفكره انه انا عندي هالعنفات الريحيه بياخذوا بلده كهرباء وبيضخوا على الشبكه. هلا الشبكه هي بتوزع وبتوصل للناس، يعني مو مرتبط انه والله بتغذي 80 بيت، يعني انا ربطتها على 80 بيت عم شغله ما بتشتغل بهي الطريقه، لانه اذا طيب ما في رياح 80 بيت بضلوا بلا كهرباء. لذلك انظمه الطاقه الشمسيه كلهم عباره مثل ينابيع مي صغيره بتتجمع بالشبكه وهالشبكه هي بترجع بتوزعها مره ثانيه. نعم، طيب في شيء اسمه تجربه الهوادم؟
فينا نستعرض طبعا واحد من طبعا الطاقات المتجدده في واحد منهم هي الكتله الحيويه. الكتله الحيويه هي كل الفضلات نقول الحيوانات او الاشجار، كل شيء كتله حيويه بتنتج فضلات ممكن نحن نسوي عمليه تدوير نستفيد منها باشكال مختلفه للطاقه. واحد من التطبيقات الطاقات المتجدده هو بسموه الديجستر او الهاضم. الهاضم عباره عن ثلاث غرف حفرة، ثلاث حفر بتكون احنا مجهزة مع خزان للغاز، بنحط فيها مثلا رواس الأبقار مثلا بمزرعة معينة بنسويها الهاضم، بنحط فيه رواس الأبقار بنخليه مع يعني له لنقول مع بكتيريا خاصة مع تسخين مياه بيشتغل بعد ببلش بعد فترة نقول 20 أو 25 يوم ببلش ينتج الغاز. هلا بنصير عاد الفلاح أو المزارع ببلش يحط يعني رواس الأبقار بشكل يومي وبيطلع بشكل يومي الفائض ايه بينتج منه غاز الحيوي. الغاز الحيوي ميزته انه بالمزرعة صار في عندها غاز. لناخذ مثال بسيط، اذا اخذت مثلا هاضم حيوي عبارة عن اللي بيتسع ل 15 متر مكعب يعني ثلاث رؤوس أبقار، هذا الهاضم كافي ينتج لك بحدود يعني اذا عدنا نحكي بشكل هيك تقريبا 4 جرر غاز. فانت بمزرعتك اذا عندك 4 جرر غاز لثلاث رؤوس ابقار فانت عندك كميه حراره كافيه لتستخدمها لغلي الحليب لصناعه الجبن لكل شيء. هي امنه هي التجربه أن تكون يعني مثل ما نقول منزليا؟ طبعا امن جدا لان وقت الغاز منخفض وفي اليه التعامل معها. هي الهواضم منتشره بالصين وبالهند، في عندهم تقريبا صار شفناها تجارب كثير 40 50 مليون هاضم بكل دوله. ونحن جبنا هاي الهواضم طبعا نحن كدوله مع وزاره الزراعه احيانا وزاره الكهرباء كذا وزاره اشتغلوا ببعض المشاريع لحتى ينشروها اكثر هاي التكنولوجيا. هلا الحلو فيها قلت لك انت امنت مصدر طاقه مجاني بمزرعتك فيك تستفيد منه. هلا اذا كانت كميه الطاقه او الغاز الحيوي كبيره ممكن تحطهم بمولد للطاقه الكهربائيه وتولد حتى منها كهرباء. وكان في عندنا تجارب، وهلا في هاضم حي وزاره الزراعه نفذته كبير، وهلا ان شاء الله راح يدخل القيد اللي نقول انتاج الطاقه الكهربائيه من الكتله الحيويه. نعم، يعني تجارب هامه جدا يجب ان يسلط عليها الضوء بشكل كبير جدا في هذه الفتره، خاصه نحن عم نعيش ازمه مثل ما ذكرنا بالمقدمه، يعني بمختلف نحن بحاجه لمختلف انواع الطاقات، في ازمه على كل انواع الطاقات عندنا في سوريا، فلازم ندور على الحلول البديله. تمام، برافو عليك. هذا الموضوع نحكي عن هاضم حيوي هو حل تكنولوجي. هلا نحن نفذنا الهواضم، هي الفكره شو دورنا نحن؟ دورنا انه نشجع الناس انه تعوا شوفوا في حل لمساله ذاك. هلا كل المزارعين اللي عندهم مثلا مربي الابقار او الدواجن او ما شابه بيعانوا انه اليوم بدنا كهرباء بدنا غاز طيب انت ما زال في عندك كتله حيويه فيك تستفيد منها، ليش ما بتسوي هاضم؟ طبعا نحن تعال بنساعدك بنسوي لك التصميم بنساعدك لك انت لاقي حل، وهذا الحل موجود. فنحن المطلوب انه الاخوه المزارعين وكل حدا بيحتاج طاقه يفكر يدور على حل. كل حل بناسب بعض نقول بعض الفعاليات الاقتصاديه او ما شابه. هالحلول المختلفه ما في حل واحد لكل الناس. طبعا فبنتمنى يعني كانت كل منطقه طبعاً حسب طبعاً الوسائل الاوليه لكل شو متوفر عندهم شو نوع الطاقه اللي بيستخدموها. هلا في كثير نشاط مثلا احنا بيننا وبين وزاره الدار المحليه ان شاء الله قريبا يصير في مشاريع موضوع النفايات الاستفاده من النفايات لانتاج الطاقه. هلا كله بده شغل بده نقول بده دراسات وبده تعاون وبده جهد، بس نحن عم ندعي حتى لصاحبي الفعاليات انه لا تنتظر انه خلص تجيني الغاز. طيب انا في عندي اشكاليه ظروف عن الحل صعبه، ما هو الحل؟ الحل فكر تعال احنا نساعدك. اهلا وسهلا فيك. طيب دكتور، في مصطلح ايضا هو التوليد الموزع، شو المقصود بالتوليد الموزع؟ هلا الشبكات بالعالم كانت عباره عن شبكات لنقول مرتبطه مع بعض البعض، شبكه واحده مثلا مثل سوريا الشبكه الوطنيه او الشبكه السوريه الكهربائيه هي شبكه واحده، يعني نحن فينا نحط توليد باي نقطه ننقل الكهرباء لاي نقطه بسوريا. فهذا ساعدنا حتى بالازمه انه نخفف من لنقول الضغوطات على الشبكه الكهربائيه، انه احنا ممكن نحط محطه توليد مثلا نحن مدينه حلب بنعرف انه محطة توليد حلب صار في عندها مشكلة بعدين خرجت خارج الخدمة، ومع ذلك نحن عم نضل نغذي حلب بكمية من الطاقة، لذلك فيك تنقل الطاقة بأي نقطة. هلا التوليد الموزع بالعالم حل مشكلة اللي حكى عنها أحد حتى المستطلعين، حكى عن فكرة موضوع الفاقد الفني، إنه أنا صار عندي كمان محطة، المحطة طبعاً ما فينا حتى حد المدن أو ضمن المدن، حتى مناطق بعيدة لأنه هي محطة ضخمة ومدينة صناعية عم تنتج كمية من الطاقة، هلا نقل الطاقة من المحطات لداخل المدن في عندي فاقد فني بسموه، هالفاقد الفني ناتج إنه أنا عم أقول له بأكبال يعني أكبال وهي لمقاومة فهي هلا
لا وبالعالم انه بدل ما انا اسوي هالفاقد اذا بسوي توليد موزع يعني موزع على الحمل مباشره، انا بدل ما اجيب كهرباء من 200 300 كيلومتر نقلهم لا بسوي محطات صغيره مفرده او بسوي محطات شمسيه او محطات ريحيه توليد بمكان الحمل، عندي بير بركب نظام طاقه شمسيه، في عندي رياح بركب له عنا في ريحيه، فنحن بنسوي شو اسمه توليد موزع، هلا هذا من ميزاته بخفف الفاقد. هلا بخفف الحمل على المحطة الأساسية، بخفف الحمل على المحطة الأساسية، بخفف الحمل على الشبكة، بصير في عندي أحمال منفصلة. هلا كثير مثلا المزارعين بيكون عنده أرض بعيدة مثلا 5-6 كيلومتر عن الشبكة الكهرباء، بده له شبكة كهرباء عشان تغذي البير تبعه، ما في داعي أنت تحط هالتكاليف الصعبة كلها. طبعا أنت صرت مستقل إقبال بمسافات طويلة عم تكون عبء يعني أكثر للأعطال، ومثل ما قلنا فاقد كهربائي هائل وبدون أي فائدة، أنت استقلت خلص أعطيته حمل وانتهى الأمر. هلا كل ما بينتشر هاي المشاريع الصغيرة خاصة طاقات متجددة بتخفف من هاي المشاكل، بسوي استقرار بالشبكة بتنعكس إيجابا على الكهرباء المنزلية. طبعا 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 هلا كل واحد عنده يعني نقول نظام طاقة مستقل هو فمرتاح وما عنده إشكالية مع الطاقة الكهرباء، بصير أي كمية متوفرة بالشبكة هي حالة له مشكلته. طب إذا نحكي عن العوامل اللي بتأثر على التوليد الموزع، هلا اللي بتاثر هي عباره عن شو الموارد المتوفره، يعني بمنطقه فيها رياح فنحن بنشجع على التركيب على نفايات ريحيه ولو صغيره مثلا 200 500 واط 1 كيلو 1.5 مع نفايات صغيره على اسطح المنازل بنساعد. في كثير مناطق بسوريا مهوات وعلى كل واحد مثلا خاصه بالريف السوري بنعرف نحن مناطق جبليه، طبعا مناطق جبليه يعني روح على مدينه مصيف مثلا بعض انه في عند الرياح ومركب العنفات الصغيره على اسطح المنازل بيستفيدوا من الطاقه الريحيه هي عندهم بتشيل جزء من الحمل. هلا بمنطقه اخرى ممكن يكون في عندهم اشعاع شمسي وتوسع كبير وعندي مساحات منبسطه فانا في ركب اشعاع شمسي اكثر. هلا بالمدن بنعاني اكثر، بالمدن في عندي ابنيه طابقيه والاسطح صعب استخدامها وما متحكمين فيها فبكون هالبعض الانظمه صعب تطبيقها، لذلك التوليد الموزع مرتبط بكل منطقه. فنحن من هون بنبلش نحط سياسات انه بمنطقه اللي في عندهم طاقة ريحية بنشجعهم على الطاقة الريحية، بالمناطق مثلا حكينا عن كتل حيوية اللي عندهم تربية أبقار هون بنشجعهم على هاي القصة. فلذلك التوليد الموزع مرتبط بالجغرافية المنطقة. طيب دكتور، من خلال عملكم بالمركز الوطني لبحوث الطاقة خلينا نحكي شوي عن التجارب الوطنية فيما يخص موضوع التوليد الموزع، وخاصة مثل ما ذكرت بهي المشكلة وقت بيكون نحن ضمن مدن مكتظة بالسكان، وخاصة هلا خلال الأزمة في سوريا، يعني مثلا على مستوى مدينة دمشق تضاعف عدد سكان مدينة دمشق، حتى موضوع السكن أصبح عبء بمدينة دمشق. هون شو فينا نحن نكون كحلول بديلة إذا بدنا نروح للطاقات المتجددة أو التوليد الموزع؟ حتى ممكن يكون في مراكز ضمن هذه المدينة بتوزع مثلا على حي معين اذا ما بدنا ناخذ خصوصيه لكل منزل على حدة. هلا شوفي بالنسبه للمدن وخاصه المدينه المكتظه مثل دمشق من الصعب انك تلاقي المساحات. الطاقات المتجدده بتحتاج لمساحه وخاصه الطاقه الشمسيه بتحتاج لمساحات، المساحات غير متاحه بشكل كبير. طيب شو الحل؟ الحل انه باللي متوفر من المساحات المتوفره فينا نولد كميه محدوده من الطاقه. هلا في نظريه بالاداره نظريه باريت بتقول ان انت اذا حليت 20% من المشكله كأنك حليت 80% منه. طيب هل 20% شو هن؟ هو الحمل الحيوي. فنحن بنروح نسوي دراسة بلشنا نحن مع المؤسسات الحكومية تمام؟ انه نجي نسألهم انه هلا اذا انت مقطوع عندك الكهرباء وما عندك مولدي ما عندك اي شيء، شو اللي بيخلي هالعملية تضل مستمرة؟ خذي مثال مدرسة. انت يا مدرسة لحتى تضل تمشي العملية التربوية بشكل صحيح شو بتحتاج؟ مثلا بقول لي بحتاج في عندي كذا صف، هدول بدهم اناره لانه بلا كهرباء ما عاد في عندهم نور، عندي شغل كمبيوتر بدي شغل طابعه، عندي كام جهاز. هلا هذا بسموه الحمل الحيوي اللي هو بوجوده انا بمشي اموري، بدونه صارت القصه بنروح المراكز الاهم في تمام. دمشق مثلا او حتى في مراكز المدن، حتى ما نخصص حديثنا عن دمشق، يعني احنا بنروح للمراكز الحيويه تماما بنمد بهي الطاقه لحتى تماما. فنحن بهالمساحه المتاحه بالكميه هاي المتاحه بنسوي اداره افضل انه بشغل الحمل الحيوي. انا ما معقول بكميه الطاقه المتوفره على 20% اروح على بدي اشغل نظام التدفئه، نظام التدفئه بيشتغل كثير كميه طاقه، فبس انا بشغل اناره مع كمبيوتر مع طابعه حليت مشكلتي يعني جزئيا هوي، بس انا مشيتها. بمثلا قوات الجبايه ركبنا بعض الطاقه الشمسيه عن قوات الجبايه، مو معقول مواطن رايح يدفع الفاتر والله مقطوع الكهرباء. ما هو مواطن اول شيء وقته مهم، والزمن اللي هو ترك شغله ترك وظيفته عمل حتى يقوم يدفع، بالمقابل بده يدفع مصاري والله انا بعتذر منك.
فنحن مثلا مناطق تقدم خدمات يعني نقول الخاصه محل ما في النافذه الواحده او ما شابه، كل هاي يحتمل فيها تماما في العمل ابدا. طبعا طبعا، لذلك هاي المناطق لها حيويه. نحن حتى بندعي يعني كل الادارات، يعني نحن يعني مدراء مثلنا مثل كل الادارات الاخرى بالكهرباء، فانت بدك تفكر مهما كنت انت عم تشتغل بالهاتف بمؤسسه معينه، بالتعليم، بالصحه، مهما كنت انت مدير بمؤسستك او حتى بالقطاع الخاص، بتشوف انه في عندي اشكاليه بتغذيه الكهربائيه، بتامين المشتقات النفطيه، طيب الحل انه خلينا نفكر بالطاقه، مش تحل جزء من مشكلتي؟ في بعض المحلات اللي بالمناطق اللي نقول المفتوحه، المساحات اكبر بالريف، طبعا مساحات كثير كبيره ممكن نحل 90% من الحمل وممكن 100%. قد ما ذكرت نحن بنقدر نحل القدر الممكن من المشكله او حتى نخفف من المشكله. طبعا وهي حل فعلي. هلا مثلا في عندنا مشكله ضخ المياه بالطاقه، بالضخ المياه وتامين المياه، الطاقه الشمسيه هي حل لنقول حيوي جدا لحل هاي المشكله. نتمنى فعلا حتى من خلال حلقتنا يكون هيك تغيرت وجهه النظر اكثر، يعني في هي فعلا اولويه، ما عدا انه مثل ما هي غير اولويه من من اولوياتنا، هي فعلا اولويه حتى من ناحيه التوفير ايضا. رح نحكي كثير بهي التفاصيل دكتور، لكن بدي اروح للحديث الشائع هلا اللي هو انقطاع التيار الكهربائي. هل برأي المواطن السوري انه الطاقه البديله هي حل انقطاع التيار الكهربائي، وهل بفكر يستخدم الطاقه الشمسيه كحل؟ خلينا نشوف هذا الاستطلاع ونرجع للحوار. بظل الأزمة الحالية للكهرباء، يا ترى فكرت باللجوء للطاقة الشمسية؟ أنستي موضوع الطاقة الشمسية مو أنا لازم أفكر فيه، أنا ماني قادر أجيب مدخرة ولا طاقة بديلة حتى عندي ببيتي، أنا مو مسؤوليتي وما عندي أنا يعني التجهيزات لحتى أنا أساويها. مفروض هذا المشروع يكون من زمان قائم. إحنا الطاقة الشمسية شو من ندخلها ضمن الطاقات البديلة ومستثمرها بشكل صحيح؟ يعني في عنا كثير مقومات ممكن من خلالها، أو خلينا نقول محفزات صارت، أنه نقدر نحن نحط هذا المشروع بشكل جدي حيز التنفيذ. عندنا مساحات شاسعة، عندنا يعني وأنا كنت طارحة بأحد المرات أنه الواجهات الأبنية البلور ليش ما بنستخدمها طاقة شمسية؟ بدل ما تكون بلورنا من طاقة شمسية، من وفرنا لهذا البناء نحن؟ يعني هي ما خليني أوجهها رسالة من خلال برنامجكم. نعم. منه من مستثمرها كطاقة شمسية، ومنه نحن يعني استفدنا من هي المساحة. اليوم البلور وكثير واجهات المباني الحكومية بلور، بعملها أنا لوحدة طاقة شمسية، شو المانع؟ بوفر على الشبكة واللي بيزيد فائض انا ممكن بيعه للمحلات المجاوره، بدل ما يشغلوا مولدات عم يلوثوا الهواء وعم يدفعوا تكلفه زايده جدا جدا. يعني اليوم قديش الديزل غالي؟ صحيح. عم يولدوا عم يضطروا يولدوا كهرباء من خلال التشغيل يعني المولده، كلفتها عاليه، تلويث للبيئه غير الضجيج. فانا هذا المشروع قائلي استثماري ورابح ومجدي. اكيد انه ما في عندي محل يعمل طاقه شمسيه، ومعظم البيوت ما فيها محل يعملوا طاقه شمسيه. فهذا الشيء ما متوفر عن تاريخ الدولة، هي دولة لازم تقوم بها محلات، يعني في بنايات ضخمة، في بناية، في معامل، في أفران، فيها تعمل فيها وتوزع للمواطن. أكيد ما حدا ما بيفكر بهيك شغلات، بس هذا الشيء بده مردود مادي قوي، يعني الطاقة الشمسية بدها أجهزة، بدها جهاز، يعني جهاز طاقة شمسية مو متناول كل الناس فينا تقدر تجيبه هيك شيء، هيك مبلغ كبير يعني. يعني من خلال الاستطلاع استنتجنا انه المشكلة الاساسية في عدم استخدام الواح الطاقة الشمسية في توليد الكهرباء هي الكلفة المادية، والكل عم يلقي المسؤولية على الدولة، انه الدولة هي لازم تتكفل بهذا الموضوع او حتى بموضوع الاقراض مثلا. دكتور هل برأيك هي فعلا، خلينا نناقش الجانب الاول، هل هي مجدية او كحل لموضوع انقطاع التيار الكهربائي؟ طبعا هلا هي حل مثل ما قلت لك، يعني الطاقة المتجددة حتى على مستوى العالم، يعني ما في دولة بالعالم تقول أنا بدي أعتمد على الطاقة المتجددة 100%، لأنه لسه في نقول مشاكل تقنية شوي شوي عم يتجاوزوا. هلا أكثر الدول تفاهم عم تقول نحن راح نوصل ل 40-50% طاقة متجددة والباقي تقليدي. وماشيين، يعني نحن نقول اليوم على بعد 10 سنين رح يختلف الصورة، بعد من العام 2050 رح يختلف الموضوع. فنحن ماشيين العالم كله بجوز يقول لك بعد 100 سنة انه صار 100% طاقة متجددة ممكن. بس لذلك هي حل،
هلا انا قلت لك مثل ما قلت قبل شوي، اذا حليت جزء من المشكله كثير مهم. كل ما بزيد اكثر كل ما بحل مشكلتي. ناخذ مثال بسيط، يعني مثل ما قلت لك السخان طاقه شمسيه، سخان مياه طاقه شمسيه بحل بمدينه دمشق اذا ما اني بالغت 95% مشكله المياه الساخنه. طيب اذا انا ركبت سخان على سطح بيتي وخلص بدي مي سخنه 24 ساعه مدار السنه محلوله مشكلتي، ما تعرف حليت مشكلتي. ما بدي لا مازوت ولا كهرباء ولا شيء. طيب بالمدن دمشق بحلب بحمص بطرطوس يعني عندي بيكون في عندي بناء طابقي، فالمساحة السطح بتكون محدودة، يعني ما بتعطيني كميات كافية لحل كل المشاكل خاصة بالأبنية الفوق 4 و5 طوابق. طيب بالريف شو مشكلتنا؟ ليش ما بركب سخان شمسي بالريف؟ كل الأياجة كل في المادية المرتفعة. هلأ راح نجاوب عليها. بالريف كل الأسطح هي ملكنا، فنحن المساحة متوفرة ليش ما بركب النظام؟ طيب بالنسبة للتكاليف، أنا كل الناس عم يشتروا بالبيوتون كل التجهيزات لازم لهم، يشتري براد، يشتري تلفزيون، يعني احنا اي بيت سوري مثلا عنده براد وعنده تلفزيون وعنده شاشه وعنده موبايل وعنده اي كل التجهيزات وعنده بيشتري سيارات وبيبيع بيوت وبيسوي كل شيء. هلا معظم الناس هذا النشاط الاقتصادي شغالين فيه. اذا جينا قارنا اسعار الطاقه المتجدده مع اسعار اي واحد بنلاقي هي مثلهم. طيب ليش هذا الجهاز يعني عن باقي الاجهزه بدنا نحن نسوي له دعم؟ هلا صار في امكانيه للدعم، الدوله ابدا ما بتوقف انه نحن رح نقدم الدعم اكثر، لانه موضوع بهمنا نحن له بعد اخر الدوله بتستفيد منه هو البعد البيئي، لانه صرنا نحن بنلوث البيئه بالاخر بنروح ننظف البيئه فرح ندفع مصاري. فاوكي هذا شيء صحيح، فهي بالعكس علاقه الدولة مستفيدة والمواطن مستفيد، بس نحن ما بدنا نضل ننتظر انه اذا ما في دعم ما بننفذ. طيب اصحاب المنشآت، اصحاب النشاط الاقتصادي اللي عندهم محلات تجارية، كل شيء عندهم عم يشتغلوا وماشيين بشغلهم، طيب يفكروا بحل مثل ما حكيت لك عنده مزرعة أبقار. ما ممكن بيعتبروها أولوية مثل يعني ما ذكر الدكتور، هي متوفرة ببعض الأوقات، فنحن ليش نتكلف بموضوع الكلفة الزائدة؟ هلا في شيء اسمه صندوق دعم السخان الشمسي؟ طبعا شو فينا نحكي عنه؟ ممكن هو يساعد بعملية شراء السخان الشمسي؟ دعم الطاقة المتجددة على مستوى السورية بلشنا فيه من أكثر من 10 سنوات، وكان في أشكال للدعم، يعني منهم أعطاء قروض، شيء بدون فائدة، شيء مع دعم جزء مجاني أو ما شابه، ومثل تجارب باقي الدول يعني. ولكن أنا شخصيا كباحث اللي عم أحكي لك أنا ما بشوف هي مشكلة بموضوع أنه والله في قرض ولا لا، لأنه في كثير الناس أعطيناهم قرض أخذوا القرض لحتى يستثمروا بغير شيء وتركوا التقنية. هي مشكلة بالتفكير يعني باعتباره أولوية أو شيء مهم. فأنت هلأ هنن صار أولوية، هلأ ما عاد في حدا يقول ولا الطاقة ما أولوية طبعا. هلأ بسبب ظروفنا هذا نحن ما نتمنى نكون فيها ولا نوصل لها، ولكن ظروف يعني الحرب والحصار الجائر واللي كلنا صار نعرفه يعني وصلتنا لأزمة الطاقة نحن عايشين فيها. هذا الشيء بدنا نفكر بحل. طيب أنا عندي إشكال، شو الحل؟ هلأ سيد حدا بده يروح يشتري مثلا موبايل، طيب قديش حق الموبايل؟ وإذا قارنته بسخان شمسي بتكمل بلا عزم سخان شمسي يعادل حق موبايل. طيب الناس ما عم تشتري موبايلات؟ ممكن احنا هون عم ندفع مبلغ واحد مثل ما قلنا لو كان يعني متوسط القيمة، بس ما عم ندفع فواتير على مدى أعوام مثلا طويلة جدا. إذا قارنا هذا الموضوع نطلع كأنه طبعا متساوي. بالعكس السخان الشمسي هو عم يوفر عليك فواتير، أنت جبته عم يعطيك طاقة مجانية. لذلك الناس عم تفكر طيب هلا في كل الناس عندهم حلول، عم يركبوا بطاريات، عم يركبوا بلدات. طيب اوكي ضل عندك هاللاقط، ركب اللاقط تقريبا. هلا في معنون حتى عند الانفرتر، فانت الى حد ما فيك تحل مشكلتك يعني. هلا انا ما عم احكي على الظروف الصعبه، بس اللي عنده نشاط اقتصادي وموقف اشغاله مثلا مو بس امكانيه، هو بده يقارن بعمله. يعني مثلا طبيب اسنان، طيب اسنان اذا ما في عنده كهرباء وقف شغله الاقتصادي، ما عاد في عنده نشاط. طيب انا ساعه اللي بجي بركب نظام طاقه شمسيه صغير وبشغل عيادتي، فانا عم استفيد اني امشي شغلي. طبعا فكل شيء عنده نشاط لنقول اقتصادي من الطاقه، هو الطاقه بتفيده كثير. يعني هالحلول هذه هلا كل لنقول كل نشاط اقتصادي له حل مناسب له. في شوف شو الحمل الحيوي الاساسي، مثلا ممكن انا اشغل جزء من الحموله وامشي شغلي بستجل الكهرباء برجع اكفي شغلي الاخرى. طيب دكتور بدي منك اجوبه سريعه لو سمحت، وقتنا شرف على الانتهاء. اذا تحولنا بوسائط النقل العامه والخاصه الى استخدام الطاقه البديله ايضا او الطاقه النظيفه، هل هي مجديه ايضا؟ طبعا نحن هذا يعني كمان كحكومه ان شاء الله بفتره قريبه
الجديده راح يكون في يعني تشريعات خاصه بتشجع عليها وبتسمع باستيراد طاقات سيارات او وسائل النقل على الطاقه الكهربائيه، ولكن الشرط الاساسي انه تكون تعتمد على الطاقات المتجدده مصدر للطاقه. نحن بالظروف الحاليه عندنا كميه طاقه محدوده الى اولويه نستفيد منها بالاستخدامات نقول بالصناعه وبالتجاره وبالقطاع المنزلي والخدمي، فاستهلاك كهرباء اولويه الطاقه التقليديه نحطها بهي القطاعات. قطاع النقل من الخطا الاستراتيجي نحن نحمله على الشبكه الكهربائيه، قطاع النقل بنحمله على الطاقات المتجدده، لذلك الشروط الاساسيه انه نسوي بنيه تحتيه طاقات متجدده تطلع كهرباء ساعتها بنستخدم السيارات، وهي على مستوى العالم هذا التوجه العالمي ونحن مثل العالم ماشيين عليه، ولكن شرطنا الاساسي انه تكون مصدر الطاقه متجدد. نعم، يعني نحن هون بحاجه الى موضوع ترشيد الطاقه ونشر الوعي حيال ترشيد الطاقه واستخدام الطاقه وموضوع كيفيه الاستخدام، خاصه انه ساعات ضخ الطاقه الكهربائيه قليله جدا حتى بجميع الموارد ليس فقط للطاقه الكهربائيه، لكن بنحكي عنها كونه وارد حيوي جدا ومهم جدا. بدي احكي عن تعاون بين وزاره الكهرباء ووزاره التربيه حيال هذا الموضوع. بدي اعقب شوي عن موضوع الترشيد لانه حيوي جدا ومهم. هلا مهما كانت كمية الطاقة قليلة استخدام الطريقة صحيحة بيعطيني إنتاجية أعلى. يعني ذكر أحد المستطلعين وقت اللي بيستخدم يعني بساعتين ضخ الكهرباء كل شيء عندنا طاقة كهربائية عم نؤدي لخلل في المحطة بس التوليد. أنت إذا بحاجتهم أنت عم تلبي حاجتك، ما هذا ما هو ترشيد طاقة، أنت عم تلبي حاجتك هذا حقك الطبيعي. بس مثلا أنا أحكي موضوع التدفئة. بالأماكن اللي في عندها تدفئة بتعتمد مثلا على المحطة المازوت، نحن كل طاقة مثل ما حكينا كل حوالين المازوت وكهرباء وما شابه، أنك أنت مثلا اليوم درجة الحرارة معتدلة أنا المكيفات مثلا المكيف المركزي بشغله ساعتين فقط. إذا شفت إنه في برد كثير بشغله ثلاث ساعات، فنحن بنسوي إدارة للطاقة بحيث إنه أنا عطتني كمية مثلا 1000 لتر مازوت هدول بمشون مثلا شهرين، بينما إذا بدي أديرهم بطريقة خطأ هدول 1000 لتر بكفوني 15 يوم. هذا موضوع الترشيد، فمهما كانت الكمية الطاقة قليلة إذا درناها بطريقة صحيحة بيكون أثرها أكبر. بالنسبة لموضوع الحملة والتعاون مع التربية، نحن هذا تعاون مستمر وبرنامج صار له أكثر من 5 أو 6 سنوات، في شراكة بيننا وبينكم استراتيجية ومهمة على صعيدين، صعيد موضوع إنه نحن نشجع على تطبيق الطاقة المتجددة، قلت لك في عشرات المدارس وهلا بنشوفهم على أسطح المدرسة ركبنا أنظمة طاقة شمسية، وآخر مشروع على بمدينة طرطوس نفذناه، ومن جانب الآخر هو نشر الوعي، وهذا الدور الكبير لوزارة التربية ومشكورة على تعاونها واهتمامها، لأنه بالآخر نحن عم نبني جيل، هالجيل هذا لازم يكون يعرف الطاقة شو هي ماهيتك وين مستخدمها شو الأفضل شو الأحسن. ومن هون صدرنا كثير من الأدلة والكتيبات، من هذا الدليل اللي نحن شايفينه. هلا الدليل هو عبارة عن دليل بيحكي عن إجراءات ترشيد الطاقة بالقطاع المنزلي، وزعنا منه العدد كبير من خلال حملاتنا على المدارس. وفي عنا طورناه السنة هاي لأن نفذنا شيء اسمه برنامج تطبيق على الموبايل حتى ما يصير أسلوب نقول نشر الوعي للطلاب يكون تلقيني، يعني انه والله 1 2 3 هلا بقول لك انا شو بدي بالقصه وشغلتي مو شغلتي. سوينا تطبيق استخدام طريقه بسموه صدام الواقع المعزز، تطبيق على الموبايل بيقدر من خلاله الطالب او الطفل يحط الموبايل يسقطه على الصور الموجوده بيطلع له، هلا ممكن نشوف مثلا نبذ عنه في الدروس الخاصه بموضوع الطاقه. تمام، حتى هو في يستخدمه حتى ببيته، يعني معه الدليل معه التطبيق على موبايله، فهو في تفاعل فبلش يساله ويجاوب، هلا هو مضطر يجاوب هلا من خلال اجابته عم يعرف شو الاجابه الصحيحه، بدل ما جاء علمه مثلا ضبط درجه حراره المكيف على 24 ويعرف ما يعرف، هو عم حطه ويغير درجه حراره ليوصل ل 24 يوصل صح، خلص المعلومه ثبتت بذهنه. فهذا البرنامج على مستوى العالم بلشوا يطبقوه يعني بالتعليم معظم المواد الفيزياء والعلوم وممكن حتى التاريخ والجغرافيا وما شابه، نحن حاولنا نستفيد منه كتطبيق حتى نشجع طلابنا اكثر. هناك تجربه اولى على المواد اللي لها علاقه بالطاقه؟ اي طبعا طبعا. وفي دليل المعلم كمان هذا سوينا احنا بالتعاون بين وزاره التربيه ووزاره الكهرباء ووزعناه تقريبا يمكن 10,000 نسخه للمدرسين حتى يكون عندهم فكره عميقه لحتى يقدر يعبر او يوصل الفكره للطلاب. يعني طب دكتور نحن هلا بدنا نطبق هذا التطبيق مباشرة حتى كل مين عم بيشوفنا يكون عنده فكرة مبدئية كيفية استخدام هذا التطبيق مثل ما ذكرت حتى يستفيد من المعلومة ويركز بشكل أكبر، حتى الأهل يتابعوا معنا أيضا بشكل جيد. مثل ما بنلاحظ أنه إحنا في عنا الكتيب اللي فيه مجموعة معلومات، مثلا معلومات بتخص ترشيد الطاقة بأجهزة التكييف، فنحن في عندي صورة وفي عندي معلومات. هلأ من خلال التطبيق الموجود على الموبايل نحن بس
حطينا الموبايل امام الصوره بسوي لها سكان، بنلاحظ انه بيظهر عندي، ان شاء الله يكون بالظاهر، انه بيظهر لي المكيف عند درجه درجات الحراره. هذا بيخلينا انه نحن نختار. هو عم اقول لك بالسؤال، عم اسال لنقول الطالب انه شو هي درجه الحراره المناسبه، فطالع انه عندك درجه حراره 18 وفيني انا بامكاني ازيدهم، نزيد 20 هلا حتى نوصل لل 24. اذا اعطيته اوكي فاعطاني احسن تجربه 24 مناسبه، بنروح على التجربه التاليه. وهيك بدنا نحاول نكون نثبت ايدنا اكثر، اذا بنلاحظ هيك اذا شفنا بكفي نحن نشوف تجربه واحده. بس الفكره انه من خلال هالسؤال والتفاعل بين الطالب بنقول خلال التجريب وصل لنتيجه، وصل لنتيجه بروح على التجربه الثانيه، ممكن يروح على التجربه الثانيه يساله سؤال اخر وهلما جرى، حتى يكون من خلال التجربه كانه لعبه، هو عم يتفاعل هو اياها، بيساله بجاوب بيساله بجاوب حتى يوصل للنتيجه النهائيه. مضطر هو يجاوب ويوصلوا انه احسنت وبرافو عليك. مين نحن نسال اي الاهل بيقدروا يحصلوا على هذا التطبيق؟ التطبيق موجود، ويمكن حتى اسست في تعاون مع التربيه نزل على موقع وزاره التربيه، والكتيب موجود، ونحن عم نوزعه من خلال مثل ما حكينا بالحمله، حملتنا على الطلاب، وعم نحاول نشوف هلا تفاعل الطلاب معه وردة فعلهم مع الاساتذه. هذا الكتيب عم نشوفه هلا، ما بيكون في عندي. شو بيحتوي الكتيب؟ بيحتوي على معلومات هي بسموه اجراءات ترشيد الطاقه في القطاع المنزلي والخدمي. فبيحكي عن اجراءات ترشيد الطاقه، مفهوم الطاقه، واجراءات ترشيد الطاقه بانظمه الاناره. تجربه عندي اربع تجارب، عن نظام الاناره، عن نظام التكييف، عن نظام لنقول البرادات والغسالات. اربع تجهيزات نحن حاكين عنهم هون بالكتيب، اخذين اربع صور ومسوين هذا التطبيق. هذا الفكره انه راح نحاول نطوره لحتى يغطي كل النقاط ويصير تفاعلي، وممكن حتى بالسنوات القادمه ننزل مثل ما هن الصور من كتاب الطالب نفسه. يعني كتاب العلوم مثلا، مات العلوم ممكن الطالب من خلال الموبايل. هلا كان في صعوبه واحده انه بدنا نسمح للطالب يفوت الموبايل على المدرسه، ما هو مضطر لانه هو بيقدر يستخدم هذا التطبيق بالمنزل. طبعا بياخذه بينزله على موبايله او موبايل اهله، والتطبيق ببيته فيه يفتحه ويشوفه بدون ما يجيبه. يعني افكار جميله جدا لحتى فعلا الطلاب من وصغار يقدروا يتعلموا على هي المفاهيم بطريقه بحبوها، وهي طريقه اللعب والتجربه والاستكشاف. من خلال الحملات السابقه وحتى الحاليه مع وزاره التربيه لاحظنا حقيقه، يعني نحن فعلا طلابنا مثقفين، عندهم معلومات كبيره، بيعرفوا بدهم هذا التحكي. طبعا كان سؤالنا انه هل عم تحكوا انتم فعلا ببيوتكم مع الماما والبابا بتنفذوا، ولا بس تحكون؟ من خلال متابعتنا دكتور فهمي، الطفل الصغير عم يلتزم بهي القواعد اكثر من الشخص الكبير. خلينا نروح لفاصل صغير، وبدنا نرجع لنشوف مشاركات اصدقائنا على الفيسبوك في موضوع حلقتنا لليوم. فاصل صغير وراجعين. رجعنا معكم مشاهدينا ومع حضرتك اكيد دكتور لنتابع مشاركات اصدقائنا على الفيسبوك. في معنا مشاركه من السيد حسين الحسين بيقول ان كلفه واحده الطاقه في بلدنا تعتبر من الاعلى بالعالم مقارنه بمتوسط دخل الفرد العامل، وفي مجال ترسيخ استثمار الطاقات البديله لدينا بدايات خجوله جدا وغير مجديه على مستوى القطر، وبشكل عام لا يوجد خطط حقيقيه وتشجيع للشركات الخاصه او العامل للخوض في هذا الغمار. في معنا ايضا راي من السيد علاء عبد الله بيقول ليش في كهرباء بالاول حتى انت تخلي كل انقطاع او تتخيل كل انقطاع الكهرباء، وما تزال اسعار الفواتير نفسها ما تغيرت، حط الضريبه بالنسبه للطاقه البديله ممتازه بس اكيد للطبقات المرفهه او بالاحرى الغنيه، لانه مو بقدره اي مواطن يشتريها او حتى يركبها. في معنا راي اخر ايضا من جوزيف فتوح بيقول الطاقه الشمسيه لتسخين المياه طاقه مجانية وعملية في بلدنا الغني بالشمس، ويجب أن تتبعها الطاقة الشمسية الكهربائية بأسرع ما يمكن بعد تذليل العقبات كغلاء البطاريات والأيدي الفنية، وعلى الدولة تذليل هذه العقبات بالطرق المناسبة. في معنى أيضا رأي من السيد وليد بيقول حتى نستفيد من الطاقة الشمسية لتسخين المياه يجب تعديل قانون البناء لتصبح أسطح الأبنية ملك مشترك لسكان البناء ليضعوا عليها ألواح الطاقة. أيضا فعلا هي مشكلة دكتور. في معنى رأي آخر
ما كتير واضح عندي الاسم، موفق يمكن عم مكتوب بالاسم، بيقول السيد موفق سودان بيقول: هل نعتبر أسعار الطاقة الشمسية غالية أم معقولة بالنسبة لدخل الفرد أم بالنسبة للكلفة الفعلية؟ هنا يتحدد الجواب. إذا كان بالنسبة لدخل الفرد فهي غالية وغالية جدا، وإذا كان بالنسبة للكلفة الفعلية فأسعار المواد أيضا عالية، إذا الحالين سواء. أما بالنسبة للتفكير بالاستفادة من الطاقة الشمسية في التسخين والإنارة فتكمن المشكلة في الجدول العملية من تركيب الطاقة الشمسية والكلفة الدورية للبطاريات المستخدمة وحجم الفائدة المرجوة من هذه الطاقة، ناهيك عما تفضل به الزملاء من استغلال أسطح البنايات وسلامة الألواح. في معنى أيضا رأي من بسام، السيد بسام بيقول: الطاقات البديلة ليست خيار بل أمر واقع يفرضه الواقع، وخاصة في ظل الأزمة الحالية، ويجب أن لا ننسى السيارات الهجينة والتي تعتمد على الكهرباء من خلال كمية قليلة جدا من الوقود، وسيارات كهربائية طاقة شمسية. فلنبدأ بدلا من هدر المليارات بقطع الغيار والوقود التقليدي، يعني دعونا نبدأ بهذا المشروع. في معنى رأي أيضا من السيد خالد الرفاعي بيقول: لو فكرنا كمجتمع وبالأخص الدولة كراعي لإصدار القوانين وتطبيقها في استثمار نتاج ومردود الطاقة الأحفورية في بناء مستلزمات الطاقة البديلة مثل طاقة شمسية، طاقة رياح وغيرها، لاستطعنا أن نتحول تدريجيا إلى تنمية مستدامة في مجال الطاقة والحصول على بيئة سليمة دون التعرض لخطر أزمة نقص الطاقة. في معنى الرأي الأخير من السيد آصف سليمان: في ظل الظروف الحالية من يجرؤ على التفكير بمشاريع مكلفة كهذا، خاصة في ظل التنقلات السكنية الدائمة، ولكن هذا لا يمنع من إيلاء هذا الأمر الأهمية والعناية والاعتراف بأن الحل يكون من الجهات الوصائية والإدارية بإيجاد قوانين ملزمة للجمعيات السكنية بتركيب أجهزة تسخين بالطاقة الشمسية في مرحلة أولى، أو الانتقال فيما بعد إلى بقية مباني المدينة، وكذلك الانتقال إلى تقنيات أخرى كاستخدام الطاقة البديلة بمختلف صنوفها في توليد الطاقة الكهربائية ليس فقط في مجال التسخين، واتباع أنظمة العزل الحراري في البناء. شو رأيك دكتور؟ لفتك شيء من خلال التعليقات؟ كله حكي كويس ومهم وجوهري، حتى نقول يعني في بعض منهم حتى مختصين بهذا المجال. هلا في عدة نقاط رح أجاوب عنها. أول شيء بالنسبة للدولة، في نحن عم نقول نحن ما عنا مفكرين، نحن عنا مو مفكرين، نحن حاطين خطط استراتيجية حتى العام 2030 لاستثمار الطاقات المتجددة، وحاطين خطة كمية قديش رح نوصل باللواغط الشمسية وبالرياح على مستوى القطر، يعني خطة للدولة، خطة للقطاع الخاص، وخطة للمشاريع الصغيرة. بالنسبة للتشريعات، التشريعات طبعا جاهزة وواضحة، وصار بإمكان مستثمرين، أي مستثمر، وهي نحن دعوة هلا عم نحكي هون بشكل مسؤول، إنه أي مستثمر بحب يستثمر بالطاقة المتجددة، بالطاقة الريغية، بالطاقة الشمسية أو بالكتل الحيوية بإمكانه، مو تسهيل، صار مشاريع قائمة. يعني نحن عم نحكي عن مشاريع أوريدي منفذة، يروح بكل واحد بمحافظته يسأل شركة الكهرباء بقول له شو المشاريع اللي تنفذت، وفي بنشتري الكهرباء منهم تسعار تشجيعية ومربوطة مع الشبكة والأمور محلولة تشريعيا. بالنسبة لبعض المشاكل اللي نقول لتصير الطاقة الشمسية بكل المناطق، نعاني مشكلة مثل ما حكيت قبل شوي موضوع الأسطح، صح، الملكيات المشتركة والأسطح وكذا، هاي مشاكل نحن كمان عم نتعاون مع الإدارة المحلية لحلها والحل بعض المشاكل. في بعض المحافظات محلولة ونزلنا، عم نحاول هلا ننزل بضابط البناء هاي المواضيع اللي بتخص الطاقة المتجددة. بالنسبة للطاقة الشمسية تسخين المياه أصبحت ملزمة بموجب القانون وتعميمية للسيد رئيس مجلس الوزراء للقطاع العام للقطاع الخاص، يعني هلا أي بناء جديد ملزم فيه العزل الحراري والطاقة الشمسية تسخين المياه. الموضوع هو نحن ما قلت لك الفكرة، ما بدنا نضل نحن نقول الحل انه لازم الدوله تساعدنا، الدوله موجوده وعم تشتغل وعم تساعدكم، انتوا سووا خطوه، فكروا، اسالوا، روحوا راجعوا مؤسسات الدوله راح نقول لكم شو الحلول وشو القانون شو بتحلك، يعني انت بدون ما تهتم ما رح تلاقي جواب طبعا، يعني ما رح يجي الحل معنا، يعني صعب. نحن عم نحاول نتواصل مع الناس، بس نحن نتمنى كل واحد يقدم خطوه، يتفضل على اي مكان بخص بوزاره الكهرباء او المركز بحوث الطاقه، او يتواصل معنا على التليفون، نحن بنحاول نفتح له الابواب لحتى يعرف شو الحل لا مشكلته. هلا خاصة القطاعات، كل منطقة إلى حل، خاصة القطاعات الاقتصادية صارت مجدية 100%. شكرا كثير لك دكتور سنجار طعمي، معاون مدير عام المركز الوطني لبحوث الطاقة، على هذه الحلقة الجميلة جدا وعلى شفافيتك بالتعاطي مع أسئلتنا أيضا. شكرا كثير لوجودك دكتور، أهلا وسهلا فيك. أهلا وسهلا فيكم، شكرا.
مشاهدينا، في ظل ارتفاع أسعار حوامل الطاقة عالميا وزيادة الدعم الحكومي المقدم لها وازدياد أيضا الفارق بين السعر العالمي والمحلي وزيادة العبء المالي على خزينة الدولة من أجل تأمين المشتقات النفطية اللازمة لإنتاج الطاقة الكهربائية المطلوبة، لابد لنا من التأكيد على استمرار عملية نشر الوعي الطاقي وخاصة في مجال الترشيد. موعدنا يتجدد معكم الأسبوع القادم لنفتح معا نافذة جديدة. أبقوا بخير.